أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استمرارية تطوير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المواطنين من تلك الخدمات وتدعم أهداف التنمية المستدامة المنشودة بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لافتا سموه إلى أن المملكة خطت خطوات متقدمة على صعيد تطوير وتحديث البرامج التنموية التي تصب في صالح الوطني والمواطن استنادا إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتواصل العمل على تكريس ثقافة الإبداع والابتكار في جميع البرامج والمبادرات الحكومية، زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية وأدائها. وقال سموه إننا سنواصل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المنشودة من خلال تحفيز مقومات البنية الاقتصادية ومواصلة تعزيز تنافسيتها والتشجيع على الاستثمار في كافة القطاعات الحديثة. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين عززت من منظومة خدماتها الحكومية بتوفير البيئة المحفزة لتقديم الخدمات بطريقة مبتكرة من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير الأداء والعمل الحكومي باستخدام أفضل الممارسات الحديثة مواكبة لعملية التطوير في القطاع العام بما يخدم تطلعات العمل الحكومي ويسهم في رفع مستوى العمل والإنجاز. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجلس عائلة الفضالة ومجلس عائلة الرميح ومجلس عائلة البعينين الذي تفضل سموه حفظه الله بافتتاحه ومجلس عائلة الكعبي، حيث نوى سموه بما تشهد الأجواء الرمضانية من التزام بمواصلة نهج التواصل الذي يميز مجتمعنا البحريني بما يعكس الترابط القوي والمتين بين كافة مكونات المجتمع التي تجتمع على حب الوطن، مؤكدا سموه على أهمية الحفاظ على الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع وحمايتها وتنميتها وهو ما يتجلى في مجالس أهالي البحرين الكرام. وأضاف سموه أن المملكة وفرت البنية التحتية التقنية اللازمة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وكفاءتها وتسهيل إجراءاتها وتحديث آلياتها بما يخدم المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا سموه إلى أن العمل مستمر على تحفيز القطاع العام ليواكب عملية التطوير وتفعيل دوره كمنظم بما يساهم في تحقيق التنافسية والتميز في جودة الخدمات وتقديمها بسرعة وفعالية وهو ما ينعكس أثره على المواطنين والمقيمين. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سمو حفظه الله من اهتمام بزيارة المجالس والالتقاء بأهالي البحرين وتواصله معهم، مشيدين بالرؤى التي يحملها سموه لنماء الوطن وازدهاره.